أن هناك منهج أصح من منهج لكن يؤدي إلى إراقة الدماء وتفرق الأمة. نجتمع على المفضول بدل ما نتفرق على الأفضل، صح؟ نفترق نجتمع على المفضول بدل ما نتفرق على الأفضل. إذا كان نحن أمام خيارين، خيار ناس يريدون الشورى المطلقة وناس يريدون الملك المطلق، لكن من يريدون الملك عندهم قوة وسطوة وكذا وكذا ويستطيعون فرض إرادتهم، والباقون ليظل الباقون في دائرة المعارضة حتى تكون لهم عصبية وقوة يستطيعون فرض رأيهم. لكن أن تسال دماء الأمة كل قليل أن فلان يرى أنه أحق بالخلافة من فلان، هذا ليس منهجا، هذا لا يؤدي إلى استقرار دولة. ومن أدرى أن فلان أولى بأفضل؟ من أدرى أنه لم يختبر أصلا؟ ثم هناك سؤال آخر، إذا كان فكرة الشورى فكرة أصيلة عند المسلمين، لا أقول في الإسلام، هي أصيلة في الإسلام، لكن إذا كانت فكرة الشورى فكرة أصيلة عند المسلمين في ذلك الوقت، لماذا لم يتغير منهج الحكم لما جاء العباسيون؟ ثاروا على الأمويين، ظلم وكذا وكذا وكذا، خلاص؟ ونريد حكم عادل ونريد إعادة منهج الخلفاء الراشدين، طب أتوا العباسيين، لماذا ضل منهج الوراثي؟ جاء الفاطميون أو العبيديون الذين ينتسبون إلى فاطمة أو ينسبون أنفسهم إلى فاطمة ويقولون نحن آل علي ونحن أصحاب علي. لماذا كان المنهج وراثي عندهم؟ هو من سنة سنة طبعا، يعني هي سنة ليست سنة سيئة. نخلي بالنا من النقطة، يعني فاكرينها سأتحدث عن ذلك، لكن الآن أقول أني مدى أصالة أو تشبع المسلمين بفكرة الملك، لأنها هي الفكرة القبلية الأولى، شيخ القبيلة وابن شيخ القبيلة وحاجات من هذا القبيل، يعني القبيلة فرع في القبيلة هو اللي بيحكم، ثم هو الأصل في البلاد المفتوحة سواء كان في فارس أو الروم، وأهلها اعتادوا على هذا النظام الحكم، فهم يعني حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال إنما أردتموها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل، فهو كان المنهج السائد في ذلك الزمان. المنهج الإسلامي كان استثناء من ذلك، لكن استثناء ينبغي أن يجد أنصارا يضحون من أجله ويجتمعون عليه، لم يجد هؤلاء الأنصار، وجد كل الدول التي قام بعد ذلك يعني فعلت نفس الشيء ولم يكن عندهم نفس الداعي. احنا ماذا مضطرين يعني مثلا ندرر هذا الفعل كرد للشبهة القصية؟ يعني ببساطة نقول إنه معاوية سفيان رضي الله عنه ارتأى انه هذا هو الصحيح، وان كان نجد ما هي السنة ما صحيح. طبعت بعدين بشكل غير صحيح، مو الذنب على معاوية، إيه حتى لو كان ذنب على معاوية هو بشر يعني. شوف هقول لك حاجة، مات يزيد وانقسم البيت الأموي واصبح نجم بن الزبير اعلى وبايعت معظم الدولة الإسلامية لابن الزبير، الحجاز والعراق ومصر وثلاث ولايات من الشام، الشام أربع ولايات، دمشق وحمص وفلسطين والأردن، بايعت دمشق وحمص وفلسطين، بقيت الأردن وفيها قبيلة كلب، وسبحان الله استطاعت قبيلة كلب أن تعيد الشام كلها وتختار مروان، واستطاع مروان معركة واحدة أن يسترد مصر كلها، ثم جاء عبد الملك فاسترد العراق كلها بمعركة واحدة، ثم أرسل الحجاج إلى الحجاز فقضى على عبد الله بن الزبير. إذن هذه قوة ليست مصطنعة، هذه قوة حقيقية قادرة على فرض إرادتها. ثم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم خلافة لأجبان بعدها ملك عضو، نعم ملك عضو بعدها حكم جدري كذا. صحيح. صدق رسول الله. تدرج يعني تدرج من خلاف الراشد الملك العضو الملك الجبري، يعني هذا إخبار بالغيب وليس أمرا، هذا إخبار بما سيحدث. هو الأصل إنه الانتقال من خلافة الراشد للملك العضو هو اللي وصل الحكم الجبري بعدين، هو الانتقال من ماله. هذا إخبار بالغيب، هذا إخبار بالغيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما سوف يحدث، لم يأمرنا بذلك. الأوامر أوامر الكتاب والسنة، إن احنا نلتزم الشورى. ورأينا لماذا حاد، لم نقل إن سلوك معاوية كان متمثل الإسلام بشكل كامل أبدا، قلنا إن في حيود في مشكلة، ولسنا بصدد التبرير، احنا بصدد الفهم وليس التبرير. لماذا فعل ولماذا نحن نتساءل، لا نقول إن هذا كان صواب أو مطلق، هذا يحاسبه الله عليه، لكن نحن الآن في التاريخ،
لا نحاسب الناس على ما كان يجب أن يكون، إنما نحاسب الناس على ما كان. هل كان ممكن غيره أفضل منه؟ هل كان ممكن؟ يعني هذا هو السؤال. أقول زيادة على ذلك أن لما يزيد توفي جاء ابنه معاوية الثاني، معاوية بن يزيد، كان صغيرا كان يعني شابا، كان شابا لكنه يعني صعد على المنبر وقال أيها الناس إن جدي معاوية وضع الأمر في غير محله واختار أبي، وأنا أعيد أمر شورى كما كان، فاختاروا لأنفسكم. ما فعله معاوية صححه معاوية، ما فعله معاوية الأول بالتوريث صححه معاوية الثاني بالشورى. فماذا حدث؟ فرض التوريث نفسه بعد وفاة معاوية. معاوية غير موجود، معاوية غير موجود، لكن كيف استطاع منهج التوريث أن يفرض نفسه؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. الرجل كان رجلا واقعيا، كان رجلا واقعيا يعني. وهذه الواقعية هي السمت الأعلى لخلافة معاوية. لماذا غير النظام أصلا؟ لماذا جاب رجال القبائل وغير نظام الشورى ودائرة الحل والعقد تغيرت عنده وفتح البلاد؟ لأنه اختار نظام واقعي يناسب طاقات الناس. أنا لا أحلق بعيدا في دعوة والناس ليش يعني. الواقعية السياسية مهمة. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ هذا سؤال وجيه. قال لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي وأنا والي على مثلك. شفت التعبير يعني ما معنى هذا؟ أن المجتمع الذي كان عليه يتولى أبو بكر وعمر كان مجتمعا فيه مثلي أنا، الغالب فيه مثلي، لكن أنا لما توليت الآن الغالب على المجتمع مثلك أنت بجدالك ومراءك وتنطعك ويعني، ولكن أنا والي على مثلك. فتغير المجتمع يؤدي إلى تغير النظام السياسي، ولا ينبغي أبدا أن نحاول فهم النظام السياسي دون فهم المجتمع، دون فهم القوى الفاعلة في المجتمع. القوى الفاعلة في المجتمع، قناعات المجتمع هي هكذا. أليس العكس صحيح أيضا؟ هي هكذا، نعم. يعني كمان كما تكون يولى عليكم كما يولى عليكم تكون أيضا. يعني كما تكون يولى عليكم لماذا إذن؟ أولا هذا ليس حديثا. هو فكرة تشهد لها يعني دوالي كثيرة، لكنها تشهد ضدها أيضا دوالي كثيرة. نعم تمام تمام. فهو يعني كما تكون يولى عليكم لماذا تولى من هو أقل في مجتمع كان فيه ناس عظماء؟ جاء عمر بن عبد العزيز مثال، ها، وعمر كان راشديا في منهجه في التفكير وراشديا في منهجه في الحكم، لكنه لم يستطع تغيير مبدأ التوريث، صح؟ لم يستطع. وعمر جاء بنظام الوراثة أيضا، يعني حتى نفهم أن نظام الوراثة لم يكن دائما الابن الابن الابن، لا، أحيانا كان ابن العم ابن العم، يعني في ضمن العائلة. وأحيانا كان يبقى الأفضل، يعني كان نظام التوريث أحيانا يأتي بشخصية مثل عمر بن عبد العزيز، وأحيانا يأتي بشخصية مثل عبد الملك بن مروان، وأحيانا يأتي بشخصية مثل هشام بن عبد الملك. يعني نظام الوراثة في خلافة الأمويين التي استمر أكثر من 90 سنة، حوالي 90 سنة، من 41 إلى 132، 91 سنة، نظام الوراثة هذا أسفر عن مجموعة من الخلفاء هم أفضل خلفاء الإسلام بعد الخلفاء الراشدين، والضعفاء فيهم 2-3، ومدة حكم هؤلاء الضعفاء لا تزيد عن 10 سنوات. تصوروا هذا. يعني لما نأتي لمعاوية ثم عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم دعنا من يزيد، ثم جاء هشام بن عبد الملك، هؤلاء حكموا أكثر من 80 سنة. يعني إذا المشكلة مش في المنصب الأعلى، المشكلة في منهج الحكم وطريقته، ظروف الحكم. ظروف الحكم تأتي بناس كبار ولا لا؟ الدولة والمجتمع في حالة فوران وقوة وفتوة تستطيع أن تؤدي غايات الحكم الإسلامي ومقاصد الحكم الإسلامي.
فيعني في ملابسات كثيرة الموضوع. أنا يعني أحزن جدا ممن يأتي بعد كل هذا الجهد الذي بذل في فهم هذه المسائل ولا يفهم، إنما يعني يجترئ على مقام الناس الكبار، يقول معاوية أخطأ في كذا كذا. طب يا سيدي معاوية أخطأ، ابن حفيده صحح الخطأ، ها؟ لماذا لم تسر الأمور كما تريد أنت؟ ولماذا لم يستفد عبد الله بن الزبير وهو من هو في عصره، لماذا لم يستفد من هذا الاختلاف ولم يستطع أن يفرض إرادته على الدولة؟ فيها فراغ دستوري الآن، فراغ من الحكم، خليفة تنازل، اختاروا لأنفسكم. كيف تركت الأمور حتى يجتمع أنصار البيت الأموي ويختارون، ها، مروان بن الحكم ثم بعد فلان ثم بعد فلان؟ لا لا لا، ليس كذلك. شوفي، أخطأ في أمر عصبية، وابن خلدون قال هذا. لا لا، ونقول إني من هو أفضل من الحسين أخطأ. يعني أنا أقول بملء الفم، النظام المالي الذي وضع عمر بن الخطاب في تفضيل الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان نظاما ليس صالحا يعني فترة طويلة، كان نظام صالح في وقته لإكرام هؤلاء، لتبجيل هؤلاء. لا، هو عمر نفسه قال لو عشت إلى قابل لو غيرن هذا، لو لحقن آخر الناس بأوله. فإذا كان حاكم يجتهد ويخطئ نفسه ويصحح لنفسه، فهل نأتي نحن نلحق بهم صفة القداسة التي لا تخطئ؟ لكن في فارق بين أن أقول فلان أخطأ ووضح لماذا أخطأ. هو لم يخطئ لهوى، لم يخطئ لرغبة شخصية، لم يخطئ لكراهية للإسلام ومنهجه، إنما أخطأ نتيجة اجتهاد. وإن والمجتهد يعني إن أصاب فأخطأ، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني نقول إن من يريد أن يقول معاوية أخطأ في هذا أمر يقول هذا، لكن يقول إنه لم يكن هناك بديل، وليكن واضحا جدا إن لم يكن هناك بديل، وإن البدائل التي كانت متاحة لم تثبت فاعليتها، لم تثبت صلاحها، لم يثبت ابن الزبير أنه قادر على فرض إرادته، ولم يثبت الحسين أنه قادر على فرض إرادته، وشهد العراق عدة ثورات ولم يثبت أحد أنه قادر على فرض إرادته. الذي أثبت أنه قادر على فرض إرادته، والإرادة هنا مرتبطة بالقوة العصبية، والقوة العصبية ملك أي أحد. يعني ليس الناس لا تملك دبابات ولا صواريخ، الناس تملك سيوف وقوة نفسية. فلماذا لم توفر السيوف والقوة النفسية عند الآخرين؟ لأنهم بالفعل كانوا ضعفاء. مجتمع قبلي مثل مجتمع العراق لا يستطيع أن ينهض بمهمة جسيمة، ومجتمع فارغ من القوة السكانية والمالية مثل مجتمع الحجاز لا يستطيع أن ينهض بقوة بدولة الخلافة. يجب أن نكون واقعيين، نفهم السياق الاجتماعي الذي اضطر فيه معاوية إلى هذا. فلنقل معاوية اختار بهواه، تمام، حفيده صحح هذا الخطأ، فلماذا استمر الخطأ؟ لأن في مبررات قوية له، في مبررات قوية له، ينبغي أن الأمور طيب. معاوية أخطأ وأولاد معاوية أخطأ والأمويين جميعا أخطأوا، لماذا لم يصحح العباسيون؟ لماذا لم يصحح الفاطميون؟ هم الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولاد عم. طب لماذا حارب العباسيون العلويين وهم أولاد عمهم؟ والعصر العباسي مليء بثورات العلويين ضد العباسيين، هم أولاد عمهم، تعالوا نتفق مع بعض، تعالوا عصبية واحدة، نحن عصبية واحدة، نحن أبناء الصحابة، تعالوا. لكن لم يحدث هذا. فهم الأمور في الحقيقة فهم عميق يريح ويوسع الأفق، لكن العامل الأحادي أو الرؤية الضيقة لمسائل التاريخ الإسلامي ترهق النفس وتجعلنا نسيء الظن في تاريخنا ونسيء الظن في رجالنا، ولا نصل إلى نتيجة في الآخر خالص، لا نصل إلى فهم حقيقة المسائل كما ينبغي أن تفهم.